في قراء كثير منزلين رقية شرعية بصوتهم أو كتابة. ايه الرقية الشرعية اللي منزلينها؟ عفوا ايه الرقية الشرعية اللي منزلينها؟ افهم. حاضر. آيات من القرآن بس، خمس آيات من سورة البقرة و من خمس آيات عن السحر وهكذا. من آيات من الخمس آيات من سورة البقرة قال انها رقية. ما هي الآيات هذه؟ كده انا بس لا اصلا نعرف، كل واحد يعمل له تأليفه ويقول له رقية شرعية. الوارد عن رسول الله في هذا الصدد أنه كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذتين أو بالمعوذات، قل هو الله أحد والمعوذتين، ويدفل النفس بعد القراءة. اسمع بس أنا أختصر لك الدور عشان لا تقول رقية شرعية ولا يجيبوا لك آيات السحر ويخرفون عن الناس بها. اصبر واسمع. يقول لك الوارد عن رسول الله في هذا الصدد أشياء معدودة. قل هو الله أحد مع المعوذتين، تنفس في اليدين وتمسح وجهك وما استطعت من جسمك ثلاث مرات، ثابت الحديث بذلك في الصحاح وغيرها. ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين الأخيرتين في سورة البقرة في ليلة كفت من سورة البقرة في ليلة كفتاه، ففهمها بعضهم على أنها في صلاة الليل، إذا صليت بالآيتين الأخيرتين في الصلاة في الليل كفتاك، وقال آخرون كفتاه شر السحر وغير السحر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الثالث رقى الصحابي اللديغة بفاتحة الكتاب. الرابع أن النبي قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعوا البطل. هذه الأشياء التي في الكتاب العزيز. في السنة بعض الأشياء، أذهب البأس رب الناس، اشفى أنت الشافي لا اشفى إلا شفاؤك، اشفى إلا غدا سقما، أسأل الله العظيم رب العالمين من يشفيك وعافيك. لكن الذي يحدث عبث يجمع كل آيات السحر ويقول مثلا، اسمع الكلام كيف يقول، ولا يفلح السحر حسنته ولا يفلح السحر حسنته ولا يفلح 70 مرة هكذا. هذا عبث بالقرآن، هذا عبث بكتاب الله سبحانه، ويسميها الرقية الشرعية. والله ما الرسول فعل ذلك ولا روي عنه ذلك. ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، ويكرر 50 مرة ما جئتم به السحر. كل الكلام ده منين أتى؟ ولا له أي مستند. فما كل واحد يألف حاجة يقول لك الرقية الشرعية. قلنا لك الرقية الشرعية وردة، ورقي نفسك يا أخي، ادعو الله أن يشفيك. الرسول سحر دعا ودعا ودعا عليه الصلاة والسلام. الله يحفظكم.